ستر ويامو الله يرضى عليكم، خلصوا شغلكم فوتوا على الاوضه قوام. لا يكون هالمغضوب واقف فوق. الهي الهي وانت جاهي يصف لي عمره. لا يا مو ماله هون، من امبارح ما في حركه، ما في غير صوت امه. ظهر العقيد ابو ادهم عامل له رسه مرتبه. يا مو هلا خالي ابو ادهم بصير ابن عمه لتحسين؟ ايه يا مو. وهن الاثنين بصيروا اولاد عم ابوكي؟ ايه لكن. لكن يا مو ليش بتكرهوا تحسين تحبوا خالي ابو ادهم؟ من عمايله يا مو، من عمايله. يلا يا مو عزلوا لكم شوي. يا مو هي شكريا ما عم يجيب لي مي للشطف. يا ما جبت لك مو هلا جبت لك سطل مليان. بين الجماعة بأرض الديار واخذين راحتهم على الآخر. لك تحسين ولك إذا بيشوفوك لحتى يذبحوك ويقلعونا من الحارة. ستي للبوسة اللي بسمعوكي. شوفي يا مو عم يتهوى. انا شفته. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، الله لا يوفقك، الهي يفضحك. روح الله يبعث لك حمد سبع اشكال وسبع الوان. فوتوا يا بنات، فوتوا على الاوضه، لا بقى اطلعوا على ارض الديار الا وانتم مسترين. لا بس يجي ابي بدي له خلي ربي له الكلب. لا يا مو، برضاي عليك لا تجيبي سيره لابوكي. ليش يا مو؟ لانه هذا واحد مشراني يا مو، منخاف إذا علق هو وأبوكي شي علقة يقوم يضربه شي ضربة يأذي فيها. وانتو يا مو اصحكم تجيبوا سيرة لأبوكم، والله مو ناقصوا يعلق هيك علقات. دخيلك يا ربي، دخيلك من وين اجتنا هالبلوة. فوتوا يا مو فوتوا، أنا بعود بحكي مع أم أدهم بركي بخليها تلمح لزوزة يقلعوا لهالواطي من البيت. فوتوا. إن شاء الله بتموت يا تحسين. هالمرة يمكن شافوني. لا شو يمكن؟ هي شافوني أكيد. والبنت صاحت ولي لما شافتني. إن شاء الله بتموت يا تحسين، يبعت لك قتلك إن شاء الله. لا ما. والله شايفيني عن حقها. هلا إذا راحوا حكوا لأبو أدهم بنكون تبادلنا على المصبوط. عم على هالمصيبة. سيدي يضربوا هنن وابو ادهم، شو بده يساوي يعني؟ شو بده يساوي؟ مين مفكر لي حاله عنتر عبس؟ انا كله على بعضه ماني شايفه. مثل ما وصيتكم يا بنات، اصحكم جيبوا سيره لابوكم. ها؟ ايوه كثير منيح، معناتها بديعه خانه مع جبل نغم. لك صارت وصارت، اعمل لك نظره على بيت ابو ادهم. يا والله شوفت ام ادهم بتنعنش القلب، خاصه اذا كانت بارض الديار عم تنشر الغسيل. تحسين؟ يا مو تحسين؟ نبري فوتي لجوا. يسعد لي هالمسا فريدي خانو. لك شو جابك لهون؟ بخاف اللي يجي جوزي. قلتي لي جوزي؟ جوزك تركته عم بيلعب القمار، للصبح ما بيجي. وبلكي فاق الصبي واجى لهون. لك يسلم لي الصبي وامه للصبي. مشان الله، مشان الله روحي ولا تفضحني. وين بدي روح؟ من يوم ما تجوزتي وتركتي المرأة ما في حدا غيرك عبى عيني، لا ببيروت ولا باسطنبول ولا بالدنيا كلها. يلا لنروح شوف العقيد شو بده، بعدين بتناوله على حرمته. مين؟
أنا تحسين. يبعت لك حمى الهلال. أبو أدهم مانو هون. لك يسلم لي هالصوت. ما بتعرفي لوين راح؟ لا والله ما بعرف، يمكن راح عند المختار. لك أعطيها المصريات، على القليلة بتشوف طرف إيدها. افتحي مرتي ابن عمي، افتحي وخدي هالمصريات واعطيهم لابن عمي. أنا ما دخلني، أعطيهم أنت. بني آدم، هذا الزلمة صهرنا وطلب جيرتنا وهو بحمايتنا، واللي بيأذيه بيأذينا. بس يا عقيد ما سويت له شيء. لك شلون ما سويت له شيء؟ قلي شلون؟ بعدين فهمني، ليش بتترك الخان بالليل وبتيجي على البيت وبتسهر انت وشلت سارة؟ لا الحكي مانو صحيح. لا الحكي صحيح، انا سمعتكم. الله لا يوفقك يا تحسين. لك يا منصور، انا مأمنك على الخان، شلون بتتركه بالليل وبتيجي على الحارة؟ هذا ابو جلدي واحد كذاب، وانا بدي اصطل لسانه واسكت. اسكت! هذا اسمه ابو محمد، اذا مرة ثانية بتقول عنه ابو جلدي بقص لسانك بالجبرية. هيها جبرية عياش، يا ويلك اذا تعرضت لامرأة ثانية. لك شايفه هذا السيف؟ شوف! شفته؟ هذا سيف عياش جدي وجدك، ورحمة عياش تحت التراب اذا بتتعرض له مرة ثانية. لقص رقبتك واحسب الله ما خلاك. هو عقيد روي، القصة مانا مستاهلة. مستاهلة! خلاص عقيد، والله مانا مستاهلة، واللي بدك اياه بصير. الله يجيبك يا طولة البال. صاي عقيد، مشان غلت امبارح طلعت 10 ابو 115 برغوت، وهذا مالك والله بدالك. ليش كم زبون كان عندك بالخان؟ كم زبون؟ والله ما عم تذكر عقيد. ما عم تذكر؟ لك هي امانه، واللي بيامنك لا تخونه حتى لو كنت خوان. لا يا عقيد، ما حبيت امنك بنوب. عم تخونني الي؟ انا ما عم بخونك، بس ثاني مره زبط حساباتك، ما تقلي ما عم تذكر. ايه صحيح عقيد، تذكرت. اختي امبارح مرق كم شحات، شحتهم اللي فيه النصيب، وانا لزمني شويه مصاري اخذتهم من الغله. هيك اخذت اللي اخذت. ثاني مره اذا بدك تاخذ تعال اللي انا بعطيك، بس من الغله الله يرضى عليك، لا تمد ايدك. ثاني شيء، شاهر ابن عمك بيمون على الخان مثلي فرشكل، واللي صار بيناتكم امبارح ما بدي اياه ينعاد مره ثانيه. ليش لحق يحكي لك شاهر؟ شاهر ما حكى لي. لك انا شلون عرفت عقيد؟ عرفت لحالي وخلاص. صحيح عقيد، هذا نصري بده ينزع لك سمعة الخان. ها شلون بقى؟ الليل نهار قاعد بين هالزباين وعلى كش وكذب. قلت له يا نصر الكلب، بسيطة انا بفرشيك. شو في هالكيس؟ شوية عدس مشان تعملينا بكرة شوربة. الله يسلم هالايدين، روح ربي يرزقك ويعطيك. لك شو، وينهم البنات؟ مو شايفهم؟ ليكن جوا بالاوضه ابن عمي. وشو بكونوا موكرين بهالاوضه؟ لا موكرين ولا شيء، شفت الشمس قويه اليوم، قلت لهم يضلوا بالاوضه ما يطلعوا على ارض الديار. اجابي. لك اهلين وسهلين ومرحبتين بهالعين. يعطيك العافيه يا بي. الله يعافيكي، الله يرضى عليكم ويستركم. شو جاهز الغداء؟ لكن ابن عمي، لكن حطونا نتغدى. مو على عيني. هي اللحمه يا بي مو هيك؟ شو ابن عمي؟ ما بدك تصلي العصر؟ ابن عمي؟ يبعت لي حمى ان شاء الله، يبعت لي حمى. عم تبكي؟ يا حيف عليك يا ابو محمد، يا حيف عليك. اي والله والله فوتك علينا بصحتك وعافيتك، اي بتسوى الدنيا وما فيها.
بس أنا وعدتها يا بديعة، وعدتها ولازم أوفي بوعدي. لك يا ابن الحلال، المهم نحن بصحتنا وعافيتنا، بعدين هي طفلة صغيرة، إن شاء الله كل ما تشهونت على شي بننجب لها إياه. حسرتي عليها؟ حسرتي عليها ليش؟ هي شو عم تطلب؟ أنا قلت لك لا توعدها، ما بتعرفها كل ما بتنوعد بشي بتضل بتنق لحتى نجب لها إياه. لك أنا لما وعدتها كنت موعودة بقرشين إلي إياهم دينا على جماعة، أم هدول الجماعة خلفوا معي. يا بي أنت زعلان مني شي؟ لا يا بي لا حتى أزعل منك. يا بي إذا مشان اللحمة خلص، أنا ما عاد بدي لحمة، أنا بعرف إنه ما معك مصاري، ولو كان معك مصاري كنت جبت لنا شو ما بدنا. وحياة عيونك، إن شاء الله بهاليومين بجيب لك لحمة وبشوي لك إياها وبطعميك إياها بإيدي. خلص أمي، خلص روحي لعند إخواتك، أبوكي تعبان وبده يرتاح له شوي. بتوصيني شي يا بي؟ إيه يا بي بوصيكي. ما بدك تعطيني بوساتي؟ تعالي دخيلوا لهالبوسات ما اطيبهم. ابن عمي خير؟ الدنيا فيها موت وحياة، والبني آدم ما بيعرف شو مكتوب له. شبكي بدي علي عم تحكي هالحكي؟ يعني ابن عمي ما لازم نعرف أصلك وفصلك، منين أنت؟ مين أهلك؟ البنات ما لازم يعرفوا مين أهلهم. بديعة، صرت 100 مرة قايل لك هالسيرة ما تجيبي لي إياها منوب. سلامتك.